أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: لدي قريب وهو مدمن على المخدرات، وتزوج وزوجته لا تعلم بأنه مدمن، وهو الآن مطلوب لمكافحة المخدرات ولا أحد يعلم بذلك. السؤال: هل أقوم بالاتصال على أبي زوجته لأخبره بذلك حتى يتدارك الأمر، مع العلم أني قمت بمناصحته، وما واجبي تجاه هذا العمل؟ نعم، بلغ ولي أمر المرأة يصونها ويحفظها لئلا تقع في هذا المستنقع الخبيث، فبلغ ولاة أمورها. نعم.